مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج منشأة الصحافة وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها منشأتات كبريات الصحف المحلية والدولية. بعد هذا الفاصل سنبدأ معكم من صحافتنا المحلية. بداية مشاهدينا نرحب بالأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور ظافر العجمي، أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير. ونبدأ من صحيفة النهار التي تعنون هذا المنشيت: مجلس الوزراء وافق على مشروعي تمويل البنوك وإرجاء أقساط القروض، لا تأجيل لأقساط البطاقات الائتمانية. وزير الصحة: تطعيم 2.8 مليون فرد مع نهاية ديسمبر ونحتاج 5.7 ملايين جرعة. أما صحيفة الأنباء فقد عنونت على غلافها: مجلس الوزراء أكد ثقته ومؤازرته لوزير الصحة وأعداد الوفيات غير مسبوقة واللقاح آمن، وأجل القروض والضمان وعدل الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مكافأة الصفوف الأمامية قبل العيد. الأنباء تنقل عن مصادر خاصة أن العمل جار لصرف مكافأة الصفوف الأمامية قبل العيد. ومن عناوين صحيفة الجريدة: وزارة التربية تخفيض 30% من دروس الاختبارات الورقية. مصادر تربوية كشفت للجريدة أن وزارة التربية قررت تخفيض المناهج والدروس الداخلة ضمن اختبارات الصف الثاني عشر بنسبة 30%، لافتة إلى أنها ستكون من مناهج الفصل الدراسي الثاني فقط. وفي الرأي نقرأ هذا العنوان: أكد التنسيق المستمر للوصول إلى التكامل الأمني، النهام توحيد الجهود الأمنية الخليجية لمواجهة الجريمة بشتى صورها. تأكيد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام جاء خلال اجتماع وكلاء وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض عبر تقنية الاتصال المرئي. وعلى غلاف الوسط هذا العنوان الدولي: 140 طفلا معتقلون في سجون الاحتلال الصهيوني. جاء إعلان نادي الأسير الفلسطيني بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، توضح جريدة الوسط. بعد هذا الفاصل مشاهدينا نتابع معكم أبرز منشطات الصحف العربية والعالمية. كيف ستكون مارين لوبان أسوأ؟ هؤلاء الشباب الذين سيصوتون لليمين المتطرف في عام 2022 كانوا صغار السن للتعرف على جان ماري لوبان على رأس الجبهة الوطنية. لوموند ترصد استعداد شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و24 لتبني أفكار مارين لوبان. إنهم في العشرينات من العمر، ينتمون إلى خلفيات اجتماعية مختلفة، يعملون أو لا يزالون طلابا، جميعهم لديهم شيء واحد مشترك. في عام 2020 هم مقتنعون أو يفكرون بجدية في التصويت اليمين المتطرف المتجسد في صناديق الاقتراع بشكل أساسي في مارين لوبان التجمع الوطني الذي حشد بالفعل حوالي 21% من أصوات الناخبين الشباب عام 2017. دكتور ظافر، يعني برأيك ما خلفيات وأبعاد صعود اليمين المتطرف في فرنسا، وما مدى جدية احتمال فوزه في رئاسيات 2022؟ بسم الله. للأسف اليمين المتطرف فرنسا وفي أوروبا بشكل عام فقد مستمر خلال السنوات. يبدو أن اليمين المتطرف قد أجاد استثمار طويل الأمد في الشباب، يعني نشر ثقافة كراهية الأجانب بين الشباب يبدو أنها نجحت طبعا لذلك أسباب، وأجاد استخدام هذه الأسباب، منها الهجرة غير الشرعية للكثير من القادمين إلى فرنسا، هجرتهم تكون غير شرعية وفي أعمال إجرامية وأعمال منبوذة من المجتمع الفرنسي. اثنين، قضايا اللاجئين وخصوصا بعد الربيع العربي،
ثلاثة الإسلاموفوبيا، فالإسلاموفوبيا كانت أيضا محرض على هؤلاء الشباب، محرض لهؤلاء الشباب للانضمام إلى فرنسية دولتهم وتأكيد كره الأجانب. الآن نشير إلى أن الشعبوية أو كره الأجانب أو العنصرية الأوروبية خاصة هي في كل القارة العجوز، وهذا ما يدعم لوبان في فرنسا. ففي إيطاليا أغلقوا الأبواب أمام المهاجرين، في هولندا يحضرون النقاب، في فرنسا منع الحجاب نفسها، في ألمانيا جدل حول النقاب وضرائب على المساجد. فهذه هي الخلفيات التي سألت عنها، وللأسف أنهم أجادوا الاستثمار في قطاع الشباب لزيادة كره الأجانب والتصويت للوبان في الانتخابات. ننتقل إلى صحيفة الغارديان التي تراقب الساحة الروسية وتعنون: فلاديمير بوتين يقر قانونا قد يبقيه في المنصب حتى عام 2036، وإعادة تحديد الشروط الرئاسية للسماح للزعيم الروسي بالترشح للرئاسة مرتين آخرتين في حياته. يعتبر بوتين أقوى سياسي روسي منذ أن تولى الرئاسة عام 2000 بعد استقالة سلفه بوريس يلتسين، إذ ظل في السلطة حتى عام 2036. فإن فترة ولايته ستتجاوز حتى جوزيف ستالين الذي حكم الاتحاد السوفيتي لمدة 29 عاما، مما يجعل بوتين أطول زعيم في موسكو منذ الإمبراطورية الروسية. دكتور ظافر، كيف تقرأ هذا التطور على الساحة الروسية وما أبعاده على قوة الدور الروسي إقليميا وأيضا عالميا؟ على الساحة الروسية هو تم خلق قيصر جديد، يعني بما في الكلمة من معنى، يعني تصوري أن يبقى حتى عام 2036، هذه الفترة الرئاسية أطول من رئاسة الزعماء السوفيت أثناء الاتحاد السوفيتي. نعم. يعني الأمر الآخر هو أنه صوت له 78%، يعني تقريبا 80%، وهذا يشبه ما يجري في دول العالم الثالث من تصويت 99%. ثلاثة، هو تمهيد، يعني هذه خطوة، يعني كان من الأفضل أن يقولوا بوتين سيبقى حاكما مدى الحياة بدل أن يقولوا هذه الفترتين رئاسيتين. النقطة الأخرى أنه لم تكن هناك لم تقم جهة مستقلة بمراقبة هذه الانتخابات، فكأنها انتخابات يديرها الحزب نفسه. الأمر الآخر أن الاستفتاء نفسه كان طويل الأمد بحجة كورونا، فالمدة الطويلة أدت إلى صعوبة مراقبة هذه الاستفتاءات، فمما يعطي يعني مجال للتزوير والتلاعب بها. هذا ما وصفه زعيم المعارضة نافليني، أن النتائج يعني كذبة كبرى ولا تعكس الرأي العام الحقيقي للروس. الآن نعم. سؤالك ما أثرها عالميا؟ أثرها عالميا كبير. ستستمر سياسة بوتين التي ينتهجها، يعني معناها سيستمر تحدي أمريكا وعدم الاستقرار العالمي بحكم أنه محاولة خلق أكثر من قطب. اثنين، سيستمر دعم إيران، سيستمر دعم الأسد، سيستمر مرتزقة فاغنر في ليبيا. التبعات التي كانت موجودة أيام بوتين ستستمر، والعالم سيستمر ولا يتغير بنفس التشدد اللي تنتهجه حكومة بوتين. نعم، وهذا ما يجعلنا نقول أن يعني رئيس بوتين يعتبر أقوى سياسي في روسيا، يعني حتى الآن نظرا لمواقفه السياسية سواء في الشرق الأوسط أو حتى في روسيا. ننتقل إلى تايمز: بريطانيا في حالة هجوم في سباق مع الصين على معادن الأرض النادرة المهمة. 17 من المعادن النادرة بما في ذلك النيكل توصف بأنها ذهب صناعي لأهميتها التكنولوجية. تكتب التايمز التي تلفت أن المملكة المتحدة تخوض سباقا عالميا لتأمين العناصر الأرضية النادرة الضرورية للطائرات المقاتلة وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية، وسط مخاوف من أن الصين قد تستخدم احتكارها لها كسلاح. وتشعر الوكالات الأمنية بالقلق من أنه سيكون هناك تنافس متزايد على الموارد الطبيعية الشحيحة، وأن سيطرة بكين على الإمدادات يمكن أن تستخدم كرافعة في أي نزاع. دكتور ظافر، ما أبعد هذا السباق على امتلاك المعادن النادرة في العالم بين القوى الكبرى؟ حتى الآن حدد أنها 17 عنصر نادر، لكن ممكن أن تزيد. الصين ما يلفت النظر أنها
تسيطر على 80% من سوق العناصر النادرة الآن. كيف سيطرت؟ بأنها جعلت المواد التي تصنع صناعة المستقبل، الهواتف الذكية، الطائرات المقاتلة، المكونات الداخلية، الأجهزة الإلكترونية، هي من جعل هذه المواد هي التي تصنع منها هذه الأجزاء. يعني لو أنها دولة أخرى لاختارت عناصر أخرى غير هذه العناصر. هكذا يأتي المونوبولي أو الاستحواذ الصيني على هذه العناصر. الأمر الآخر أنها ليست نادرة من جانب أنها غير متوفرة في الطبيعة، هي متوفرة في الطبيعة، لكن عملية استخراجها عملية صعبة وباهظة التكاليف. الأمر المثير للاهتمام أن الدول التي تستخرج منها هذه المواد هي أول دولة الصين والتي تسيطر عليها، الأخرى هي ميانمار، يعني بورما. وتتذكرين الدعم الصيني لهذه الدولة في وجه العالم بعد الانقلاب العسكري. نعم. فهناك سيطرة صينية، وحتى البلد الثاني ما زال يدور في فلك الصين. الآن الأمر الآخر أن الصين لو قررت أن توقف أو أن تحد من تصدير هذه المواد لأوقفت الكثير من الصناعات، لكن الصين تحاول أن تبدو وكأنها لا تستخدم هذا السلاح كما استخدم العرب النفط مثلا في قضاياهم السياسية، فتقول أنني سأستمر بتصدير هذه المواد للعالم كله. نعم. ننتقل إلى موضوع آخر في أندبندنت عربية، ضوء على رهانات الانتخابات الفلسطينية في مقال بعنوان تصريحات القدوة حول الإسلام السياسي تشعل السباق الانتخابي الفلسطيني. فتح تحاول التواصل مع البرغوثي لإقناعه بالانسحاب من قائمة الحرية. لم يخفي رئيس الملتقى الوطني الفلسطيني ناصر القدوة معارضته للتفاهمات الأخيرة بين حركتي فتح وحماس، قائلا إنها وصفة لتكريس الانقسام واقتسام السلطة واستمرار الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة. أما صحيفة نيويورك تايمز تهتم بالشأن الفرنسي في مقال بعنوان يقف اتحاد طلابي في طليعة فرنسا المتغيرة بالنسبة لمنتقديها، فإن منظمة يوناف البالغة من العمر 114 عاما هي تجسيد للأفكار المستوحاة من أمريكا والتي تهدد المبادئ التأسيسية لفرنسا، يقول قادتها أنها المستقبل. أدانها وزير حكومي قوي مؤخرا ووصفها بأنها منظمة أنشطتها عنصرية ويمكن أن تؤدي إلى الفاشية، واتهمها المشرعون بالترويج للانفصالية والانحياز إلى اليسارية الإسلامية قبل المطالبة بحلها. دكتور ظافر، يعني برأيك لماذا تخشى فرنسا الرسمية هذه المنظمة الطلابية العريقة؟ تخشاها لأسباب كثيرة. يعني أولا تهمة الانحياز لليسار الإسلامية وهو الإسلام المتشدد، إذا قلنا متشدد في فرنسا، فشيطنتها تتم حاليا كخطوة أولى للمطالبة بحلها. الأمر المخيف الثاني هو انحياز الأساتذة والمثقفين واندماجهم مع الطلاب وانخراطهم في المظاهرات وحمل الشعارات اللي أوجدها هؤلاء الطلبة. ثورة الطلاب ليست ضد الحكومة، هي ضد تقاليد المجتمع، أيضا ضد ثقافة المجتمع السائدة حاليا، فهي تشبه في التغييرات التي ستحدثها ما حدثته الثورة الفرنسية وما حدثته الثورات الكثيرة. الآن يجب أن نشير إلى أن الاتحادات الطلابية في فرنسا قوية جدا. يعني نتذكر في 1968 أنها أسقطت أقوى رجل في فرنسا، ديغول بطل التحرير، هي أسقطته المظاهرات الطلابية في سنة 68، وإن كانت بإيحاءات صهيونية بعد أن منع بيع السلاح إلى إسرائيل بعد حرب 67، فقادها يعني طالب صهيوني دانيال كوهين، واستطاعوا إسقاط ديغول أو فر ديغول إلى ألمانيا حتى زالت الأزمة. فالاتحادات الطلابية قوية في فرنسا، ومن يراهن عليها يكسب، و هي دائما لا تغير مجرد الحياة الطلابية أو مطالب محدودة، هي تغير المجتمع برمته. نعم، هي مؤثرة. جربنا ذلك في 68. نعم. ونتوقع أن نرى مثل هذا يحدث حاليا. نعم. ننتقل مشاهدينا الآن إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل.
مقال اليوم من الواشنطن بوست بعنوان بايدن وتراجع عصر الليبرالية الجديدة. تحت هذا العنوان تكتب البوست: خلال معظم حياته السياسية كان الرئيس بايدن وصيا على النظام الليبرالي الجديد. لقد كان عنصرا أساسيا في مؤسسة واشنطن التي روجت لسنوات من العولمة الاقتصادية. ومثل النخب السياسية في العديد من البلدان الأخرى، تبنى الفصائل الواضحة للتجارة الحرة والمسؤولية المالية، على الرغم من أنه غالبا ما كان يناشد القيم الأمريكية من ذوي الياقات الزرقاء، إلا أن بايدن كان حاملا لعلامة تجارية من سياسة الوسط، الطريق الثالث التي سخرت من الحروب الطبقية وتحالفت مع وول ستريت. كنائب للرئيس كان يقف وراء التعافي بعد الأزمة المالية، الذي يجادل النقاد بأنه غير كاف وعزز مصالح الأثرياء والشركات على حساب غالبية الأمريكيين. لكن في الأشهر القليلة الأولى من رئاسته قطع بايدن شخصية مختلفة بشكل كبير، تعلق البوست. طموح بايدن الكاسح مذهل، ويمكن أن يمثل تحولا للديمقراطيين من عقود من كونهم حزبا ليبراليا جديدا تابع لوول ستريت. دكتور ظافر، تعليقك على هذا المقال، وهل تتفق مع الكاتب فيما كتبه في هذا المقال؟ إذا عدنا إلى فلسفة الليبرالية الاقتصادية، أن يسعى كل فرد من أفراد المجتمع نحو مصلحته الخاصة، individualism، لكي تتحقق المصلحة العامة. يعني اهتم بنفسك فالمجتمع يصلح إذا اهتميت بنفسك أول. يمكن فيها أنانية، لكن هذه الليبرالية. جو بايدن عندما وصل كان أمام أزمتين كبيرتين. الأزمة الأولى هي أزمة اقتصادية تبعات قديمة، والأزمة الثانية هي الأزمة الصحية. فهذا دفعه إلى حلول ليست من الليبرالية وليست من الليبرالية الجديدة. يعني حزمة الإنقاذ بدفع كاش للمواطنين 1400 دولار، وحزمة اقتصادية لحكام الولايات أو للولايات أو للنظام الفيدرالي، وهذه كلها ليست من الليبرالية وليست من الرأسمالية. هذا نظام اشتراكي أن تدعم الدولة الاقتصاد. هذه كما قلت يعني تنقض فلسفة النظام الليبرالي الجديد القائم على عدم التدخل. إذا فعلا هو يحيد عن القيم الليبرالية، وتراجع عصر الليبرالية الجديدة يتراجع في الإجراءات التي قام بها بايدن وآخر. نعم، وكما ذكرت يعني دكتور ظافر، نظرا للظروف المحيطة يعني في العالم أجمع، قد تتغير بعض المبادئ والأفكار، وهذا ما جعل بايدن يحيد نوعا ما عن الليبرالية، خاصة في ظل يعني تطورات فيروس كورونا. ننتقل مشاهدينا إلى كاريكاتير اليوم من الجزيرة السعودية، التي علقت على الدراسة في زمن الكورونا بهذا الرسم. دكتور ظافر، تعليقك على كاريكاتير اليوم من صحيفة الجزيرة السعودية. كاريكاتير موفق. أنا في تقديري أننا فقدنا التذكر أو القدرة على تذكر القلم والورقة منذ أصبحنا نعتمد على اللابتوب وعلى الهواتف الذكية، وصار ما يسمى بالبيبرلس أوفيس، يعني المكتب بدون ورق. أنا نسيت استخدام القلم والورقة، فما بالك بالطلبة الآن حاليا وهم بعيدين عنها والدراسة أونلاين. فنعتقد أنه أصلا القلم والورقة في وقت معين سيكون محصور على الاستخدام من قبل القليل من الناس فقط، ولكن يبقى للقلم وللأوراق يعني نكهتها الخاصة بعيدا عن التكنولوجيا الحديثة. أشكرك دكتور ظافر العجمي الأكاديمي والمحلل السياسي على وجودك معي في هذه الحلقة، وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا لمتابعتكم برنامج منشأة الصحافة. إلى اللقاء.